صار عندك ولاد، انا والله كنت مفكر بره البلاد. شو بدي بالبلاد، الله يخلي الولاد. ايه كيفك انت؟ يلا خف نظف يلا. طب بشرفك ما شايفنا لحالي عم بشتغل على تو سكشنز وانت صار لك جمعتين مش عاطينا. مش معاجبك روح فل، انا المدير. ننسى هالزمان ونحلم زمن ألطف، ما زالك بلا شي ما فيك تخسر شي، وأنا مليت من عشرة نفسي. بونجور. بونجور. كيفك؟ الحمد لله. بليز بدي اقدم على راديو تي في عندكم. اوكي اي اكيد. شو الاوراق اللي انت عامل باك تو؟ عامل باك تو. عامل باك تو، اوكي. نحن الاوراق هون بدك تجيبها. بليز بدي الباك تو، شهادة الباك تو مصدقة من وزارة التربية، صورة عنا مش الأصلية، اوكي. بدي الثلاث علامات المدرسة اللي عاملون سيجون باك 1 باك 2، بدي أربع صور شمسية، بدي صورتين على إخراج الأيد الفردي أو الهوية. صورتين على اخراج ايد العائله، الامتحان التوفل اللي بدك تعمله حق $20 والابلكيشن حق $30، ثانيته $50. اوكي اوكي ثانك يو. يو ويلكم. فينا نعبي الابلكيشن؟ يب. الو هاي ماما، كيفك؟ كيف اختي؟ ليك بدي خب... آه، اوكي ماشي نرجع نحكي. يلا باي. عن جد انا بتشكرك اعطيتني هذه الفرصه، بوعدك انه مش رح اخذلك، حامل قد ما فيي. ما تعطي الهم. وفر حكي، هلا خلينا نشوف بلش الشغل. طيب ليك، اذا خلصنا اول فيديو كليب فينا دغري نبلش بالثاني؟ انت خلص اول فيديو كليب نرجع نشوف الثاني. كيفك؟ صار عم بيقولوا صار عندك اولاد. أني والله كنت مفكرتك برا البلاد. شو بدي بالبلاد، الله يخلي الولاد. إيه كيفك أنت؟ منيح، أنت كيفك؟ والله أنت خير إن شاء الله، بهتطلي أحلى.
أهلا بعيون الكحلة. لبعضك نفس الشيء من لما تركتك على نفس القعدة. فريز صمتها فريز من يوم كلمت بيك وأنا صمتها فريز. عزت الدنيا عندي يا خي وكلني بهيك خلفة وراه. خير إن شاء الله. شو فيه؟ مهم هلا أنا قصدك بخدمة. طبيعي كل العالم هيك. بس قبل بدي خبرك خبرية حلوة. إنه بلشت أشتغل مع مخرج تعرفت عليه. وعم بطلع معه فيديو كليبات وعم بشتغل معه. هيدي البشعة وين الحلوة؟ لا هيدي الحلوة إنه بلشت أشتغل معه بلش شوي يصير في شوية إنتاج. السوق خفيف. إيه السوق هيك بيطلع وبينزل السوق بيلعب هيدا السوق إيه. سوقكم انتم بيلعب هاي شغله كذا انت كذا من يوم اللي مات توكلني بربك وانت كذا هيدا ما بينعمل عليك ميوت هيدا ليك انا حاعمل ميوت وفل اذا حضلك انت قاعد هيك يعني ما عم تعمل شيء كما بيجي عندك بتستلمني وبتفكرني شيء شو اذا عم بعمل انا شيء انا بحبه يعني شو مشكلتك انت مع هيدي الشغله ما عم بفهم سمعني اودعك أودعك؟ أودعك آخر وداع وفي من وجهي روح يكس أخذ هالخلفة بعانة بس يلا اطلع من وجهي روح شو هلا لك شو بك؟ بك عن ربك يا زلمة عن جد ما بقى فيه عم حارب لحالي كل شيء عم بعمله لحالي عن جد ما بقى فيه رح جن لحالي عم حارب كل شيء لحالي خلص تعبت بكفي هالقد ما تخاف ما تتنهم لك طول عمرك بتواجه هالمشاكل وانت دائما ربحان ما تتنهم خليك متفائل اخي انا بعرف بس خلص ما بقى فيه بدي فل من هون ما بقى فيه انتوا كثير هالقد علي روق بكره الصبح ان شاء الله كل شيء بينحل بس انت روق روق مرضى الو ايه خال كيفك ليك خالو عم بقدم على هيدي السكولرشيب لبرا فطلبوا اذا في شي ريزيدنس ادرس برا فعم فكر حط عنوانك شو رايك تمام ايه اوكي والله انا بحط رقم التليفون بس ما يكون فيها تقلي او كون عم بزعجك او حبيبي يا خالو ماشي ثانك يو يلا انا برجع بحكيك بس يرجع يرد علي اوكي يلا باي 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 Mm-hmm.
الو يس يس ذس از سامي اوكي شور يا 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 شور ذس اوسم اوكي ويتينج يو كول اجين ثانك يو ثانك يو ايه فاينلي واخيرا واخيرا راح فل من هالبلد هيدا شو في شو صار يا زلمه دقوا لي مش الحال لك ما قلت لك جحد ما قلت لك القصه ما سالت وقت خي شو مبسوط لك يا زلمه كثير مكيف واخيرا راح فل من البلد بلد العكاريت واخيرا راح فل منه ما بتصدق قديش مبسوط قم نحرق هالمدينة تعرف؟ أنا كتير مبسوط إنه فالل وأخيرا يعني حفل من هالبلد وحارتاح فرصة جديدة وحياة جديدة وناس جديد فرصة لأعيش كأنه حس حالي إنسان أنا كتير مبسوط إنك مسافر رح ينفتح لك مجالات كتيرة بس بنفس الوقت زعلان إنك فالل وتاركنا بعرف إنه في ناس كتير حتزعل لما انا اسافر بس لازم يكونوا مبسوطين ان انا حسافر على اللي رايح لاقي فرصه حياه انا هون شو عندي ما عندي شيء يعني لا عندي بيت ولا عندي شغل مأمن شغل ثابت ولا عندي شيء برا على اللي عندي فرصه حياه بقدر اعيش وامن حالي على اللي لاقي استقرار بحياتي انه هو الشيء اللي ناقص الوحيد بس هو الاستقرار وبرا بيمشي الحال غير العالم مش عارف كيف العالم غيرني يدي يحمل السماء وهلأ انجح حامل نفسي Yeah.